هاف ماراثون واحد من الفعاليات اللي موجوده، اللي بيكون ماراثون او هاف ماراثون يعني المسافه يعني اقل من الماراثون الكبير، وفي الهرم اللي بيجي فيه ناس كتير من بره مصر الماراثون وبتسافر تاني، بالاضافه الى السفارات الموجوده وكمان الشباب المصري اللي موجود، وبنتفاعل بيه وزاره الشباب والرياضه ووزاره السياحه ووزاره قطاع الاعمال لما بيكون في ايفنتات على سفح الهرم. الحقيقه يعني كمان بقى عندنا شركات من الشباب احنا بندعمها، التعامل ما بين قطاع الحكومه في وزاره الشباب والرياضه ممثله وقطاع الخاص برايفت سيكتور، الشباب اللي بينشئ الشركات احنا بندعمه بشكل كبير. الشباب دول قدروا يستضيفوا الاحداث الكبيره اللي موجوده، بقى عندنا اكتر من حدث دولي كبير الحقيقه في الفعاليات الرياضيه، دعما ومسيره الحقيقه بقت موجوده بشكل كبير. العالم كله مفيش فيه الا هرم واحد، فبتدي قيمه للحدث، وكمان الحدث بينقل ده لبره مصر، ميتشوال يعني الميتشوال بينفيتس بتكون الفايده مشتركه. فعشان كده لما بنختار الهرم سواء بطوله السكواش الدوليه في الهرم سواء الهاف ماراثون او كانت زياره كبيره لتوماس باخ في الهرم، ده كان حاجه كبيره جدا، او طبعا السكاي دايف ونزولها وهبوطها على سفح الهرم، بطوله الباسكت اللي هي ستريت بول وثلاثة في ثلاثة الحقيقة في مكانها الجهنمي، السحب القرعة اللي عملناه سواء لكرة القدم الأفكون 2019 طول كأس الأمم الأفريقية أو غيرها وغيرها. فبالتالي إحنا في الرياضة كمان لازم نستثمر هذا المكان اللي مش موجود غير في مصر، نطور السباق جدا وان احنا نحقق ان شاء الله ارقام كبيره من ناحيه عدد المشاركه ومن ناحيه الجنسيات المشاركه السنه دي، بالمقارنه للسنه اللي فاتت كان في يمكن 4000 واحد مشاركين من 80 جنسيه مختلفه، فده كان رقم كبير في ظل الظروف اللي صعبه، وبنتمنى السنه دي ان احنا نعدي الرقم ده وان احنا نوصل ل 10000 متسابق في خلال السنين اللي جايه ان شاء الله. يعني شايف ان المكان ده مكان يعني متميز جدا اكتر من اي سباق في العالم شاركت فيه، ان انت تجري بالقرب ده من الهرم في وسط معالم اثريه بالشكل ده، بتهيألي دي تجربه وبشهادة كل الناس اللي شاركت فعلا من البلاد المختلفة، دي تجربة ما تلاقيهاش في أي حتة تانية في العالم. هو ماراثون جري بس طبعا في ناس بتحب تمشي، هو ماراثون للهواة، فهو مش الأولمبياد، هو أي حد ممكن يشارك، لا أي حد ممكن يجري، أي حد ممكن يشارك، عندنا من أصغر عمر 10 سنين وأكبر عمر فوق الـ80 سنة، فده فعلا بيوري إزاي الحدث بيجذب كل الأعمار. وفخورين جدا برضو بالمشاركه النسائيه، المعادله عندنا يعني حوالي 60% رجال 40% سيدات، وده حاجه بنفتخر بيها جدا ان هو مكان يعني بيجذب كل الاعمار وكل الناس ان هم يشاركوا. دي حاجه من معالم اثريه عندنا في البلد، فطبعا لازم صراحه نستغلها. الايفنتس اللي بتحصل هناك حاجه جامده جدا، يعني بيحصل على طول بطولات سكواش هناك، انا حضرت واحده منها من اسبوعين، بصراحه ايفنت تحفه، فان هم يقرروا ده في ماراثون جري كمان حوالين الاهرامات دي هتبقى حاجه يعني بصراحه احنا كمصريين لازم نبقى فخورين بيها.